مرحبا فيكم من جديد. موضوع الحلقة هاي راح يكون عن كيفية التعامل مع الشخص النرجسي. طبعا إذا أنت كنت مضطر تتعامل معه، يعني إذا كان هو مثلا من أفراد عائلتك أو زوجك أو زوجتك نرجسية، أو ممكن يكون مثلا مديرك نرجسي، فهون أنت بتكون مضطر تتعامل معه. أما إذا أنت لساتك على بر الأمان وشغل حب وعشق وغرام، فشو لساتك بتعمل مع بهاي العلاقة السامة يعني؟ فالأفضل إنك تستعجل وإنك تطلع منها. بدي أطلب طلب من الأشخاص اللي فعلاً هم حالياً بعلاقة سامة ومرتبطين مع شخص نرجسي، أو بحياتهم شخص نرجسي ومش قادرين مثلاً يطلع من هاي العلاقة. بدي منهم طلب إنهم يكتبوا نصيحة للأشخاص اللي فعلياً هم لسه مش مرتبطين ومش فايتين مثلاً بالخطبة أو الزواج أو لسه على بر الأمان. بدنا نكتب لهم نصيحة تحت عشان يعرفوا قديش الموضوع مهم وكمان خطير وراح أثر على حياتهم كلها لقدام. طبعا قبل ما أبلش بصراحة حاب أشكر كل واحد عمل لي سبسكرايب ولايك وكتب لي كومنت حلو تحت يعني، وفي ناس بصراحة بعثت لي مسجات كثير حلوة على الانستغرام. جد شكرا من كل قلبي، بشكر كل اللي بعثوا لي من جميع الدول العربية، لأنه بصراحة من كل الدول العربية بعث لي مسجات وكومنتات. شكرا شكرا كثير. معكم خليل يوسف. إذا أنت مو عامل سبسكرايب بالقناة بتمنى أنك تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وخلينا نبلش. طبعا هذا الموضوع كثير مهم وضروري جدا للأشخاص المرتبطين، وبصراحة أنا استعجلت بهذا الموضوع لأنه في أشخاص كثير كتبت لي بالتعليقات تحت طب أعطينا الحل كيف نتعامل مع هذا الشخص، أنا ما بقدر أطلع من العلاقة لأنه في أولاد، وحتى صعب يعني في ظروف عندهم ما بتعرف شو هي أنه نطلع من العلاقة. فشو هي النصائح او كيف نقدر نتعامل مع هذا الشخص ونخفف تأثير السلبي والتلاعب اللي قاعد بيعمله هذا الشخص فينا؟ فحكيت لحالي ضروري استعجل بالموضوع عشان ما حدا يروح يسوي اشي من راسه ويخبص الدنيا. برجع وبعيد وبذكر، اذا انت لسه مو مرتبط مع هذا الشخص وما في زواج ولا اولاد ولا اشي، نصيحة اخلص من العلاقة، يعني مش ضروري تكمل فيها، لانه انت ممكن تحكي لحالك ممكن بس يحبني هذا الشخص ولقدام راح يتغير ومن هالحكي. هذا الشخص ما بتغير، وبشكل عام اي شخص انت راح تتعرف عليه حتى لو انه ما عنده اضطرابات بالشخصية النرجسية، اذا كان عنده سلوك معين وتستنى انت منه انه يغيره ما راح يغيره، او صعب يغيره الا اذا كان هو بده يغيره. فانت اذا بدك ترتبط مع اي شخص بالعالم فمن الضروري انك تقبله زي ما هو وما تحاول تغير فيه اشي، لانه هو هيك راح يضل زي ما هو. نفس الكلام بينطبق كمان عليك، يعني اي حدا بده يرتبط فيك لازم يقبلك زي ما انت، ما يحاول يغير فيك اشي. حاليا خلينا نفوت بالموضوع ونحكي عن اول اشي لازم تعمله عشان تعرف تتعامل مع هاي الشخصية. اول اشي لازم تعمله عشان تعرف تتعامل مع هاي الشخصية انك تتقبل الموضوع، وتتقبل انه هذا الشخص عنده مشاكل او اضطرابات في الشخصية، يعني في اشي جوا مخه، وانه الحكي والوعود اللي قاعد بيحكي لك اياها مجرد حكي وكلام فارغ يعني كذب. واذا انت طلبت منه طلب فكون متأكد انه هذا الطلب بالنسبة لهذا الشخص غير مهم، وممكن كمان ينساه وما يتذكره، فبدك تعمل حسابك بهذا الاشي. واذا حاولت تحكي له وتذكره بالطلبات تبعتك راح تلاقي مقاومة وكمان غضب. فخلص احنا هون صرنا تحت الامر الواقع وتطبلنا مع شخص نرجسي، فلازم تتقبل هذا الاشي. ضروري تعرف تتعامل مع هاي الشخصية عشان تخفف الايذاء والالم النفسي لأقصى حد ممكن. ثاني اشي لازم تعمله عشان تعرف تتعامل مع هذا الشخص انه ما تضلك تفكر فيه، يعني بما انه انت فايت هسه حاليا على الفيديو فاكيد انت قاعد بتفكر بالشخص اللي قاعدين احنا بنحكي عنه اللي هو الشخص النرجسي، فبدك انت تخفف التفكير فيه. طبعا اي واحد يتعامل مع شخص نرجسي يعني 90% من يومه قاعد بفكر في هذاك الشخص، سواء تفكير ايجابي او سلبي. عشان نكون صريحين، انا حاليا بدي اسالك سؤال، انت شو اهدافك؟ شو طموحك؟ شو بتحب؟ شو بتكره؟ انا متاكد 100% انه راح تاخذ وقت عبين ما تجاوبني على هذا السؤال، بينما لو أسألك حاليا عن الشخص اللي انت قاعد بتفكر فيه حاليا، شو بحب شو بكره شو أحلامه شو طموحه، راح تجاوبني هيك بسرعة. ليش؟ لأنه كل عقلك معاه، مش انت عقلك مش موجود معك، يعني عقلك طايله ورايح مع هذاك الشخص. فبدنا نرجع العقل لجوه هون ونعرف احنا شو بنحب، شو اهتماماتنا، شو نقاط القوة اللي عندنا. لازم انت تستعيد نفسك، تسترجع حالك هاي اللي انت فقدتها وصارت ملكه لهذاك الشخص. دايما ذكر لما تكون مع هذا الشخص اوعك تخليه يحدد شو اهدافك وشو طموحاتك لك، انت حددها لحالك، لا تخليه يحدد انت شو لازم تحب وشو لازم تكره. في اشياء انت ممكن تكون بتحبها هو يقول لك لا
ما تخليه يتعامل معك بهاي الطريقة. انت حط اشياء بتحبها الك، اهدافك انت شخصيا مش اهدافه، فما تخليه يسيطر على احاسيسك. ثالث اشي لازم تعمله عشان تعرف تتعايش مع هاي الشخصية، انك تحكي عن حالك. انت نفسك الها حق عليك، يعني اذا انت شفت اشي مضايقك مش تضلك ساكت عشان تختصر الموضوع، لا، بوقت يكون هذا الشخص هادي معاك عادي احكي له والله انا المسبات هاي بتضايقني وبتأثر علي كثير وبتأثر على نفسيتي، احكي له، ما تضلك ساكت عادي، بس بكل هدوء وبكل بساطة. يعني مش تروح تصرخ عليه وتحكي له انت لا تحكي معي زي هيك وتدق فيه، لا، احكي له 1 2 3 بكل هدوء وبكل بساطة. بس بدك تكون عامل حسابك انه هذا الشخص يعني بنسبة كبيرة ما راح يسمع لك وما راح يسوي اللي بدك اياه، بس انه مجرد بسمع من هون وبطلع من هون. بس هذا الاشي اللي قاعد بنعمله احنا راح يريحك انت، راح يريح نفسيتك، لانه هاي الاشياء اللي بتضايقك هو مسببها، واكثر واحد لازم تحكي له هذا الاشي له هو مش لاي حدا ثاني. طبعا الطريقة اللي راح تروح تحكي له اياها لهذا الشخص بتختلف اذا كان هو مديرك في الشغل ولا زوجك ولا حدا من عيلتك، مثلا اخوك ولا اختك شخص نرجسي، مش كلهم نفس الطريقة ونفس التعامل. وبرجع بعيد وبذكر لازم تحكي رأيك في الموضوع، ولازم انت تحدد كيف الناس بتحب بتعاملك. والله انا بحب الاحترام، بحب حدا يقدرني، ما بحب حدا يهيني، انا المزح هذا ما بحبه، عادي احكي بهذا الاشي. ودايما يوم ما تروح تحكي له انه 1 2 3 هم بحبوا يشوفوك مرتبك، لا تكون مرتبك، خلي الامور طبيعية، خلي عندك ثقة بالنفس وقل له 1 2 3، لانه اذا شافك مرتبك وخايف راح يعجب الموضوع وراح يضل ويزيد التعنيف تبعه ويخليك ترجع تسوي نفس القصة عشان يشوفك خايف، لانه هم بحبوا يشوفوك خايف ومرتبك، فهاي اشي تعطيهم حافز كبير وبحسوا حالهم ارنولد، يعني انه قوايا. رابع اشي لازم تعمله عشان تعرف تتعايش مع هاي الشخصية، انك تحط حدود لحالك ما يتعداها اي شخص مين ما كان. لانه اللي يتعامل مع شخص نرجسي راح يلاحظ انه هذا الشخص ما بيحترم خصوصياتك، ما بيحترم اغراضك، عادي ممكن يفوت يفتش يشوف شو في عندك ويعتبر هذا حق ليله، فانه هذا الاشي بيضايقك فعليا. حط حدود، لو سمحت ما تلعب باغراضي، لو سمحت تليفوني ما بحب حدا يمسكه. ولما تحكي له هذا الاشي زي ما حكينا بالنقطة اللي قبلها، خلي صوتك واضح، الثقة اللي عندك خليها كمان عالية، بنفس الوقت احكيها بهدوء مش بصريخ وعصبية عشان ما نستفز هذا الشخص او يحس انه حاله هو مسيطر عليك وقاعد بتلاعب فيك. فحط حدود لحالك وما تخلي حدا يتعدى هاي الحدود. طبعا هذا الشخص راح يحاول يتعدى الحدود ويكسرها، واذا شافك انت تراجعت يا حبيبي راح يظله متلبسك، فاوعك تتراجع شو ما كان او شو ما سوالك، لا تتراجع عن الحدود اللي انت حطيتها. لو سمحت ما تمسك موبايلي هاي المرة، والثاني مرة اجا مسك موبايلي او موبايلك قل له انا حكيت لك هذيك المرة لا تمسك موبايلي، لو سمحت سيب الموبايل، انا مثلا اذا كان طالب منك طلب معين ما راح اسوي لك هذاك الاشي لانه انت مسكت موبايلي. وفعلا ما تسوي له هذا الاشي، مش تروح تحكي له ما تلعب موبايلي ولا ما بسوي لك هذاك الاشي وثاني يوم تروح مسوي له اياه، لا، ما تلعب بالموبايل يعني ما تلعب بالموبايل، ما تفتح خزانتي وتفتش فيها يعني ما تفتح خزانتي وتفتش فيها، ما تفتح الجرار تبعي اللي بالشغل عشان وتفتش فيه، لا تفتح هذا الجرار، لانه هذا الجرار والدرج فيه اشياء كثير بتخصني، واذا انسرق منها اشي او اشي ضاع منها راح اروح اشكيك. اذا عاد هذا الشخص روح فعلا روح اشكي لمديرك الاعلى منه انه في 1 2 3 بيلعب باغراضك وفتش فيها. خامس نقطة وكثير مهمة، انت هلأ بعد ما حطيت الحدود تبعتك وحكيت له 1 2 3 هو راح يحاول يطلب منك طلب مقابل هذا الاشي، او ممكن يحاول يخليك تتراجع عن القرار اللي انت اخذته، ممكن يتلاعب بعقلك او ممكن يستعطفك بيحكي لك انت مش مأمن لي وانا اللي كنت بظهرك دايما هيك بتعمل فيي، او بصير يعيط انت ليه هيك بتعاملني. اوعك ترد على الاساليب القذرة هاي والتعامل السيء هذا، قاعد بتلعب فيك، قل له لا يعني لا، انا حكيت لك 1 2 3 لو سمحت احترم القرار تبعي انا لانه هيك بكون مرتاح. برجع بذكرك اذا انت اخذت خطوة لورا هو راح يعرف انك انت مش جدي ومش قد حكيك، فدايما كون قد حكيك يوم ما تحكي لا يعني لا. وبصراحة حاب انصحكم بكتاب كثير ممتاز، حتى اذا انت ما مريت بشخصية نرجسية، او اذا في الفعل يعني انت مع شخص نرجسي او انت مو حاب تفوت مع هاي الشخصية او مش حاب تخلي اي حدا يستغلك شو ما كان، في كتاب معين حلول لازم تقرأه، كيف تقول لا بدون ما انك تشعر بالذنب،
كتاب كثير رهيب بصراحة، أتوقع موجود على النت ممكن تقرأه أنت براحتك، كثير راح يفيدك وكثير كمان راح يساعدك تحط حدود لحالك، فاقرأه وادعي لي. سادس إشي لازم تعمل عشان تعرف تتعايش مع هاي الشخصية، تذكر دايما تذكر إنه أنت مش غلطان وما عليك أي حق، وخليها هاي حلقة بدانك، لأنه هذا الشخص راح يحاول يتلاعب فيه كمان ويسقط كل السلوك السيء والأشياء السيئة اللي فيه هو بشخصيته والمخاوف اللي عنده فيك، فأنت هون خليك قد حالك، والحكي اللي بحكي لك إياه كله كذب، هاي ضعف شخصيته قاعد بسقطه كله عليك. طبعا في ناس بتتقبل هذا الإشي للأسف، وبتتقبل اللوم والحكي الفاضي اللي قاعد بحكيه هذا الشخص بس عشان يخلوا فيه سلام بينهم وحب الكذاب هذا، بس لا وألف لا، ما تقبل هذا الإشي، وتذكر إنه أنت قيمتك عالية، دائما تذكر إنك تستحق حدا يجي عاملك بطريقة كويسة زي ما أنت بتعامل الناس بطريقة كويسة ومحترمة. وبرجع بذكر لا تتقبل اللوم والحكي الفاضي اللي بيحكيه له عشان هو يشبع الغرور اللي عنده. سابع إشي لازم تعمله عشان تتعايش مع هاي الشخصية، لازم تلاقي حدا يدعمك. كيف يعني ألاقي حدا يدعمني؟ يعني صحابك، صاحباتك، أهلك، قرائبك يكونوا معاك بظهرك، لأنه في دراسة انعملت على الأشخاص اللي فعلاً بعلاقة مع شخص بيعاني من اضطرابات الشخصية النرجسية، لقوا إنه إذا ظل هذا الشخص بوجه الشخص المضطرب شخصياً راح يصير في عنده أشياء نفسية أو أمراض نفسية، وراح توصل لمرحلة الاستنزاف العاطفي. فدايماً خلي عندك قاعدة أصدقاء وقرائب وعائلتك تكون دايماً معاك واقفة جنبك، ما تكون وحيد مع هذا الشخص ودائما هذا الشخص موجود في خلقتك. اما بعرف انه في اشخاص راح تيجي تكتب لي بالتعليقات انا ما عندي، يعني انا ببلد ثاني واهلي ببلد بعيد عني وانا غريب بهاي البلد وما بعرف حدا، بهاي الحالة ممكن تتعرف على جيرانك جاراتك، ممكن تسجل بدورات بنادي رياضي تتعرف على ناس هناك، فضروري انك تبني علاقات مع أشخاص أو نحكي علاقات جيدة مش علاقات سامة. دير بالك علاقات جيدة، برجع بعيدها، مش علاقات سامة، لأنه العلاقات السامة موجودة بكثرة. برجع وبعيد وبذكر إذا أنت شفت حالك إنه هذا الشخص كثير مأثر عليك ومأثر على نفسيتك ومش عارف تكمل يومك ومأثر على شغلك وعلى كل إشي قاعد تعمله في اليوم، ضروري جدا تراجع مختص نفسي. في عندي نقطة مهمة بالنسبة للأخصائيين النفسيين، هلا اغلب الموجودين للاسف في الدول العربيه الاخصائيين النفسيين هدول بيجوا او اذا رحت عنده ممكن يكتب لك وصفه خذ هالدواء مثلا مهدئات، احنا ما بدنا هذا الاخصائي النفسي، بدنا اخصائي نفسي انك تروح عنده انت ترتاح، تقعد تحكي معاه، تشرح له الوضع تبعك وهو يسمعك ويقدم لك نصائح، هذا افضل اخصائي نفسي ممكن تلاقيه، مش انه واحد يروح يكتب لك روشتة وروح تجيبها من الصيدليه، هذا فعليا مش علاج، هذا مهدئ للاعصاب، يعني اول ما اترك العلاج راح ارجع انتكس. احنا بدنا حدا يفرغ الطاقه السلبيه اللي هاي الموجوده جوا واللي زرعها هذا الشخص، زي ما احنا بنشوف بالافلام والمسلسلات الاجنبيه بيكون الطبيب النفسي قاعد على الكرسي تبعه والشخص اللي حاب يحكي معاه بيكون قاعد على الكرسي او على التخت وقاعد بفضفض له بيحكي له شو المشاكل اللي عنده، والطبيب النفسي بيقدم له افضل النصائح، فاحنا هاي بندور على هذا الشيء. طبعا في مشكله ثانيه للاسف، اذا لقيت نفس اللي بحكي عنه ممكن يكون السعر عالي او غالي، فانت لازم زي ما حكيت ترجع تكون صداقات وتلاقي عيلتك اهلك، ضروري جدا يعني، وتحاول تحضر او توعي حالك على هاي الشغلات اكثر واكثر وكيف تطور من حالك وتملي وقت الفراغ اللي عندك عشان تقلل اقصى حد من الايذاء والتلاعب اللي سوالك اياه هذا الشخص النرجسي. ثامن اشي لازم تعمله انك تصر على الافعال مش الوعود، يعني زي ما احنا حكينا انه الشخص النرجسي كثير بلوت وبيعجن وبعطي وعود كثيرة واغلبها كذابة، ممكن تكون صح صادقة هاي الوعود بس مقابل اشي معين، يعني انت او انت طلبت اشي من الشخص النرجسي، والله طلعنا رحلة، طلعنا مثلا سفرة، خلينا نسافر، بقول لك طيب ماشي بس على شرط انك تعملي واحد اثنين ثلاث، هون ما تسوي له الاشياء اللي طلبها غير لما يطلعك مثلا رحلة او غير يوم ما يسوي لك الطلب اللي انت طلبتي، بعد ما يلبي لك طلبك سوي له اللي انت وعدته فيه عادي، ما في عندك اي مشاكل عشان تكمل الحياة معه. اخر اشي لازم تعرف عشان تعرف تتعايش مع هاي الشخصية، بدك تكون مقتنع وعارف انه هاي الشخصية مضطربة وعندها اضطرابات في العقل يعني،
ومحتاج إلى تدخل ومساعدة طبية أو نفسية. خلينا نحكي ممكن في أشخاص نرجسيين متقبلين هذا الموضوع. أنا يعني في أكثر من حدا بعثولي إنه والله أنا عندي هيك 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 والصفات هاي موجودة عندي، بس شو أسوي، شو أعمل، أنا بدي أتخلص منها فعليا. إذا أنت فعلا نرجسي وعندك هاي صفات راجع طبيب نفسي. أما إذا أنت الشخص الضحية ما تروح تحكي له والله أنت عندك اضطراب وروح عالج حالك وأنت مضطرب نفسيا، لا تروح تحكي له إلا إذا هو مثلا اعترف لك أنه ممكن أو تقبل الموضوع. انصح كي له مش غلط روح عالج حالك أو شوف في عندك مشاكل ممكن تنحل، ممكن ترتاح أكثر أنت نفسيا، راح تعرف تتعايش مع الناس بشكل أكبر. بس ما تروح أنت تحمل وتودي، لأنه هون راح ينفر من هاي الشغلة، راح يشيلها من رأسه كليا. فأنت بس ممكن نصيحة وخلص تنسى الموضوع، ما ترجع تحكيها كمان مرة أو ما تصر عليها خلص. وتذكر دائما أنه علاج هذا الشخص أبدا مش مسؤوليتك أنت، هي مسؤوليته هو نفسه الشخص المضطرب. وكمان شغلة تذكرها، الاضطراب بالشخصية النرجسية مش مبرر أبدا للسلوك السيء اللي قاعد بتعامله واللي بيسويه، لأنه هو فعلا بكون واعي هذا الاشي اللي قاعد بيعمله، وواعي وعارف أنه قاعد بيأذي الشخص اللي قدامه. فمش مبرر أنه عندك اضطراب بالشخصية تأذيني، يعني شو دخلني. وهيك بكون وصلت لنهاية الحلقة وعطيتكم تقريبا 9 أشياء ممكن تعملها عشان تعرف تتعايش مع الشخص النرجسي، وكمان تخفف من الأثر السلبي اللي قاعد بوصل لك منه. بتمنى انكم استفدتوا من الحلقة، وشكرا، برجع بعيد الشكر تبعي للي دعموني وعملوا لي سبسكرايب ولايك وكومنت. وبرجع بعيد كمان مرة اللي عنده مشاكل عائلية، بتمنى انك ما تكتبها بالتعليقات. افضل حدا ممكن يساعدك حدا قريب لك من عيلتك او مختص طبيب نفسي ممكن يساعدك. بالنسبة لي برجع بعيد انه انا قارئ عن الموضوع، باحث عن الموضوع، بقرأ دراسات عن الموضوع، وبحاول أجيب معلومات عشان أقدر أساعدكم وأفيدكم فيها. كنت معاكم خليل يوسف، وسلام.